السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا، أنا النهاردة الصبح نزلت موقع استثماري وعملت منه إثبات سحب باتنين، حطيت 2 روبل وسحبت 3 روبل. ده كان أول إثبات سحب قبل ما أنزل الفيديو، وريتكو إثبات السحب وودعت 10 روبل عشان أأكد مصداقية الموقع قبل ما أروح الشغل. ونزلت الفيديو واستنيت لما السحب التاني تم ومشيت، وجيت لقيت ناس كتير قوي يعني الموقع نصب عليها. فاحنا هنعمل استراتيجية مع بعضينا كده، بحيث ان لا قدر الله حطينا موقع ونصب ما يبقاش فيه ضرر كبير لحد. يعني احنا هنزل الموقع زي ما نزلته كده، لو نزلته الصبح هيبقى انتوا كلنا كده مع بعضينا شخص واحد، كأننا شخص واحد. انا مش موجود، هتقوم جاي منزل تعليق اسفل الفيديو بان الموقع نصب، احذروا الموقع نصب، ولو سحبت من الموقع اكتب تم سحب اول وديعة. فبكده هنقدر نعرف اذا كان الموقع كويس او لا، وغير كده ان احنا مش هيبقى فيه خسائر كتير. يعني لو واحد لا قدر الله نصب عليه وراح منزل تعليق على طول، محدش يشتغل لما يبص على التعليقات. وتابعوا الفيديو في اوله، يعني اول ما الفيديو ينزل تبداوا الاستثمار. لو الفيديو طول على الموقع على القناة وقعد فترة كبيرة، محدش يستثمر، لان المواقع دي بتبديك الاول ان هي بتبقى عايزة ناس، عايزة تجمع ناس وتجمع اكبر كمية استثمار في اولها كده. لما الموقع بيطول شوية بيبقى ايه، الاحتياطي بتاعه بيقل. فهو لما الاحتياطي بتاعه بيقل هيجيب فلوس منين؟ فبياخد فلوس المستثمرين ويقوم ناصب. فاحنا لما نلحق الموقع من اوله ونشتغل عليه بنقدر نسحب منه مرة واتنين وممكن 3 كمان. بس احنا بنقول مرتين يعني ايه احسن، يعني بالكبير قوي عشان ما ايه ما يفكرش ان هو ينصب علينا. واحنا على طول بننزل المواقع دايما، يعني ايه ما تكترش، هي مرة واتنين وبعد كده ايه استنى الموقع اللي بعده. واحنا كل ما بلاقي موقع كويس بنزله. انا امبارح حاولت ان انا انزل لكم موقع او موقعين كويسين، حطيت 4 ودايع كان كل واحدة ب10 روبل، وللأسف ما فيش ولا واحد فيهم دفع، الا واحد بس دفع لي بعد 3 ساعات. حطيت 10 سحبت 15 والباقيين نصبوا. فاحنا عشان نتجنب اي خسارة نبقى ايه مع بعضينا كده، انا مش موجود انتوا موجودين مكاني. اللي يسحب يكتب تم سحب الوديعة الاولى، تم سحب الوديعة التانية، وكده 100 100. والتاني لا قدر الله حد حصل معاه اوقفوا احذروا الموقع نصب. فمحدش يشتغل الا لما يبص على التعليقات، لقى التعليقات جيدة يستثمر، ملقاش تعليقات جيدة خلاص كده يبقى ايه كأني الرابط مش موجود. انا اول ما باجي بشيل الرابط، او انا لو الموقع نصب، لو كان نصب الصبح في ال10 روبل اللي انا حطيتهم كنت شلت الرابط قبل ما امشي. وبكده يكون انتهيت بس من الايه المعلومة اللي حبيت اوصلها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.